عادے کے طور پر ہم سورہ عصر اور نصر کی بھی پریکٹس کریں گے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض 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 يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 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 اب ہم اعادہ کرتے ہیں سورۃ العصر کی اور سورۃ النصر کی سب سے پہلے سورۃ العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
اب سورة النصر لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جزاكم الله خيرا قاری عمران خان. انشاءاللہ اگرے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم ہمیں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.